كلنا شايفين ان الحبوب اكو بعض الحبوب بها خط نقدر نقسمها نصين من خلال هذا الخط، واكو بعض الحبوب بها خطين نقدر نقسمها الى 4 اقسام. طيب شنو فكرة هذه الخط؟ فكرة هذه الخط ببساطة انه يقول لك هذا العلاج ممكن تقسم هاي الحباية فقط، اما اذا الحباية ما بها خط فهاي ممنوع تقسمها نهائيا، لان معناته اكو تفاعل دوائي يصير بيها او بعض الادوية يصير بيها غلاف يحمي من تدخل للمعده، فانت من تكسرها راح يبطل مفعول هذا الدواء. ما بي خط محفور فهذا معناته هاي الحبايه غير قابله للانقسام، ما يصير تقسمها، لان يعني يبطل مفعول هذا العلاج او ممكن ياثر على مفعوله بطريقه واخرى. بكل بساطه هاي فكره الخطوط اللي نشوفها على الحبوب عند العلاج.